إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة. اللهم احينا عليها وتوفنا عليها وابعثنا بها إن شاء الله يوم القيامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هدى الناس بعد ضلاله وجمعهم بعد فرقة ووحد بينهم بعد شتات. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأوردنا اللهم حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم هذه الوجوه على النار وأن يكتبنا وإياكم من أهل الجنة الأبرار برحمته، إنه هو العزيز الغفار. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا مع موضوعنا المتجدد، ألا وهو أمراض القلوب. أسأل الله لي ولقلوبكم سلامة ومعافاة ونجاة، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. ونركز على أمراض القلوب يا إخوة لأنها أمراض خفية قد لا يعلمها صاحبها، فيظل المرض يأكل في قلبه حتى يفني قلبه وهو لا يشعر. أمراض الجسد قد تظهر أعراضها كما ذكرت، يحصل دور برد، شوية سخونية، يجي لك دور مغص، مش عارف تنام، فتشعر أن هناك ألم في بدنك. أما خطورة أمراض القلب أن صاحبها لا يشعر بها، يراها الناس فيه ولا يراه هو في نفسه، وشايف نفسه تمام، شايف نفسه ما شاء الله، لكن الناس يرون غير هذا. ولذلك كانت كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لما تشوف في عيب عالجني، أنا مش واخد بالي من نفسي. وقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لماذا النصيحة؟ أنت تنصحني بما لا أعلم في نفسي، عندي عيب وأنا مش واخد بالي، شايف نفسي تمام، أم أوكي تمام، فإذا أنت أبديت إلي عيبا من عيوبي بطريقة مقبولة طيبة كان ذلك هو الدين الحق، الدين النصيحة. فأمراض القلوب هي خطيرة، عافانا الله وإياكم منها، وقدمنا لها في خطبتين أو في ثلاث. واليوم أقف مع واحدة من أخطر أمراض القلوب، وخطرها أنها تمنع صاحبها من التوبة. يعني في مرض أنت تتوب منه فربنا يقبل توبتك، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. والنبي علمنا كده وقال: كل ابن آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني مهما كان الذنب الذي يفعله الإنسان إذا تاب خلاص ربنا يتوب عليه، بل هناك أفضل من هذا. والله يقول في القرآن الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أما مرض اليوم، مشكلة هذا المرض أنه يمنع من التوبة، يمنع من التوبة ويبعد الإنسان عن طريق التوبة، بل لا يجعله يفكر فيها. مرض اليوم هو مرض عضال، ألا وهو الكبر.
مرض الكبر، سلمني الله وإياكم منه. والكبر هو الذي أهلك الشعوب السابقة والأقوام السابقة والزعماء السابقين، أهلكهم الكبر. وانظر إلى القرآن الكريم، لأن الكبر يقود إلى الكفر، الكبر يقود إلى الكفر. القرآن ماذا قال عن إبليس؟ قال فأبى وإيه؟ واستكبر وكان من الإيه؟ من الكافرين. أبى يعني عصى، وبعد ما عصى تمادى، دخل درجة أعلى شوية، استكبر، وبعد ما استكبر كان من الإيه؟ كان من الكافرين. إبليس هذا كان من الملائكة كما تعلمون، أو كان يعيش مع الملائكة بالتحديد، كان يسكن مع الملائكة وكان يتعبد مع الملائكة، بل كان زعيم الملائكة أو طاووس الملائكة. ولما علم الملائكة أن الله تبارك وتعالى سوف يطرد عبدا من عباده، في واحد من الملائكة ربنا حيطرده من رحمته، فجاء الملائكة إلى إبليس وقالوا له إن الله تبارك وتعالى قد قضى أمرا. ما هو الأمر؟ قضى أنه سوف يطرد واحد من ملائكته من رحمته، فاشفع له عند ربك. إبليس أحسن واحد، هو البص بتاع كل الملائكة، قالوا اشفع عند ربنا للملك الذي سوف يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فذهب إبليس إلى ربه تبارك وتعالى وقال يا ربي إنك قضيت في لوحك المحفوظ أنك تطرد ملكا من ملائكتك من رحمتك، أشفع له عندك، أنا طالب الشفاعة. فقال الله شفاعتك مقبولة بشرط، سوف آمركم جميعا بالسجود لآدم، فإذا امتنعه عن السجود طردته من رحمتي. فقال إبليس هذا يعني شرط مقبول، إذا كان الملك لن عصى أمر الله سبحانه وتعالى ولن يسجد يستحق الطرد من رحمة الله. فلما نادى الله ملائكته بالسجود لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا جميعا، ووقف إبليس ينظر على الملك الذي لن يسجد حتى يشفع له. يعني وقف إبليس كده في مكان عالي زي منبر كده يشوف مين اللي مش هيسجد عشان يقول له اسجد، فوجد أن الجميع قد سجدوا وهو الذي امتنع عن السجود. هناك رواية تقول الملائكة كانوا يشيرون إليه بالسجود، بقول اسجد، خليك في حالك، خليك في حالك، انت عليك بنفسك. في ساعات واحد تلاقيه مشغول بالناس وبأخطاء الناس وبذنوب الناس، نقول له خليك في نفسك. النبي قال ايه؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خليك في نفسك شوية، اللي مشغول بالناس ده بينسى نفسه، فعمال يتكلم عن احوال الناس ومشاكل الناس وعيوب الناس وينسى نفسه وينسى بيته وينسى خاصة أمره. أهو إبليس عمل نفس القصة، إبليس كرجل زعيم وقف كده عشان يشوف مين الملك اللي مش هيسجد، فسجدوا جميعا إلا إبليس. فقال الله له اسجد أنت المطلوب، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. دخلت أخطر كلمة اسمها أنا، والنهاردة في خطبة الجمعة سوف ترى أن كلمة أنا عافاني الله وإياكم منها من الأنانية هي أخطر كلمة دمرت كل من دمر، دمرت الناس السابقين. كلمة أنا من ثلاث حروف، كلمة أنا دمرت الجميع، وأول من قالها إبليس، قال أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين. الأنا دي فيها الكبرياء، ولذلك قال علماؤنا هنا معنى لطيف خلي بالك منه، إبليس عصى ربه وآدم عصى ربه، أليس كذلك؟ إبليس عصى فلم يسجد وآدم عصى فأكل من الإيه؟ من الشجرة. إبليس ترك الأمر، الله قال له اسجد قال لا، ترك الإيه؟ الأمر. آدم فعل النهي، قال له لا تأكل من الشجرة فإيه؟ فأكل. هنا خلي بالك أنه ديفرنت، الموضوع مختلف. هذا فعل المنهي عنه اللي هو آدم، قال له لا تأكل أكل. إبليس ترك المأمور به، قال اسجد فلم يسجد. قال علماؤنا إن ترك الأمر أشد خطورة من فعل النهي. يعني
يعني إذا أمرك الله بأمر فلم تفعله كان ذلك أشد عقابا إذا نهاك عن شيء وفعلته. الله تبارك وتعالى نهانا أن نطلق أبصارنا. قال لك ما تبصش للريحة واللي جاية في الشارع. أنت إنسان ضعيف وأنا إنسان ضعيف، مشيت في الشارع واحدة عدت أنت بصت لها، هذا ذنب، إذا تبت تاب الله عليك. الله تبارك وتعالى نهانا عن المحرمات كلها. أنت نفسك ضعيفة وأنا نفسي ضعيفة، نفعل الحرام، ها؟ يبقى نفعل النهي. ربنا يقول ولا تقربوا مال اليتيم، كن مال اليتيم، ولا تقربوا الفواحش، رحنا للفواحش، ها؟ ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس، قتلنا النفس، ولا تقربوا الزنا، فعلنا. ربنا يعافينا جميعا ويعافي الناس جميعا يا رب. طب لما الإنسان يضعف ويفعل المنهي عنه، لا تحزن، فإن فعل النهي يقبل الله توبة صاحبه. مهما كان الذنب، فعلت ما نهاك الله عنه، فقد فعل أبوك آدم ما هو أعظم. نهاه الله عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فتاب فتاب الله عليه، وقال آدم وقالت حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليهما. أما إبليس فترك الأمر. ترك الأمر يعني ربنا يقول لك صلي، ده أمر، لا مش مصلي، ده اسمه ترك الأمر. زكي، لا مش مزكي، صل رحمك، لا حنقطع رحمي. الله، يبقى أنت بتعمل عكس الأمر. هذا من أكبر الذنوب. وكانت مشكلة إبليس أنه ترك الأمر، فلما ترك الأمر استكبر، فلما استكبر طرده الله تبارك وتعالى من رحمته لأنه كفر بربه. فخلي بالك بقى، لو في ذنب أنت بتعمله من المنهيات إن شاء الله ربنا يتوب علينا وعليك. أما المأمورات اللي ربنا قال لك افعل، كن حريص أن تفعلها. أسأل الله لي ولك السلامة. كلمة أنا قالها إبليس فطرده الله من رحمته، قال أنا خير منه، فقال الله تبارك وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الكبر كان هو ثياب فرعون، وكان هو قول فرعون، وكلمة أنا قالها فرعون. فرعون بدأ بالتكبر على الناس، ولذلك يقول الكبر ثلاثة مراتب. يبدأ كبر على الناس، وبعدين كبر على الرسل، وبعدين كبر على الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيتكبر على ربنا مرة واحدة، بياخدها كده ايه، استب باي استب. أول حاجة يتكبر على الناس، وبعدين على الرسل، وبعدين على رب الخلق سبحانه وتعالى. هكذا فعل فرعون. فرعون عندما نظر إلى الناس وكان هو زعيم الشعب المصري استحقرهم، قال لهم انتوا ناس كلكم ما تسووش أي شيء يعني. ونادى فرعون في قومه، وكان بيحكم بلد من أقدم البلاد قديما، وما كانتش مصر المصر الصغيرة اللي موجودة دلوقتي، من أسوان الأسكندرية. مصر كانت تضم بلاد الشام، وكانت تضم فلسطين، وكانت تضم، انزل تحت لحد وانت نازل اطلع لأثيوبيا كده، خد معاها السودان وانزل تحت. مصر الدولة الكبيرة قبل أن يقزمها الأقزام، قبل أن يصغروها. كلما جاءها حاكم ظالم يصغر الدولة حسب قدرته هو، فتبدأ الدولة لحد قريب. كان عندنا غزة كانت تبعنا، وكانت السودان تبعنا. أول امبارح، مش أول امبارح، امبارح كانت السودان بتاعتنا، امبارح كانت السودان بتاعتنا في مصر. وكان يسموه الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، وكانت معانا بقى حتت من الشام كده. كل دي راحت، وربنا يسرها ما تروحش الأسكندرية وتروح النصف الجنوبي من بلادنا. وده تقسيم مش مقصود بمصر، مقصود بالعالم الإسلامي كله، وده اللي موجود الآن. والناس اللي بيتكلموا النهاردة عن موضوع الشرق الأوسط الجديد أو خارطة القرن أو لا 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 لا، ده في خارطات سابقة ولاحقة احنا عايشينها، كل مرحلة تطبق فيها خطوة من خطوات التقسيم للعالم الإسلامي. ففرعون المجرم ده استكبر على شعب مصر المسكين، والله إذا الشعب المسكين فعلا. وقال لهم، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ها؟ مش كده؟ قالوا له طبعا أنت الملك وأنت كل شيء. ثم تكبر على رسول الله موسى فقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مش عارف يتكلم. قالوا له فعلا أنت أفضل من موسى، فرفع أعلى درجة في الكبر وقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال إيه؟ فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه.
والجزاء من جنس العمل. والجزاء من ايه؟ والجزاء من جنس العمل. فمن تكبر تكبر الله عليه، ومن تكبر على خلق الله أذله الله، مش للأكابر، أذله الله للمستزلين، يخليه ذليل ويفضحه على رؤوس الأشهاد. وما الأحداث التي نعيشها عنا ببعيد؟ الناس الظلمة الطغاة المتجبرين على شعوبهم، الحكام الطائشين أصحاب العنفوان اللي ظلموا شعوبهم وقهروا الشعوب وأبطلوا ثورات الأمم وثروات الأمم وأنفقوا أموالهم في الحرام وتكبروا على بلاد الله وعلى عباد الله. الآن ربنا فضحهم في كل وسائل التواصل، وفضحهم على كل الفضائيات، وعلى الكل، على إيه؟ على المسلم وعلى الكافر، كل يتحدث عنهم، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. أذلهم الله سبحانه وتعالى، وصارت فضيحتهم أمام العالم كله. يقتلون الناس باسم الدين، باسم الدين يقتلون الناس. تخيل لو احنا حاطين لافتة على المسجد برا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللي يدخل نذبحوه وننشروه بالمناشير وعلى أصوات الموسيقى، وما علموا أن الموسيقى حرام. شيوخهم كانوا يقولون للناس أن الموسيقى حرام، كانت الموسيقى حرام، لكن حرام أن يسمعها الأحياء، لكن الموسيقى حلال أن يسمعها الأموات ساعة أن يقتلوا. وأين يقتلوا؟ يقتلوا في قنصليات بلادهم، يقتلوا في مكان الأمن. ها؟ أنت عارف لما أنت تكون حضن أبوك هو الذي يخيفك، عارف لما يكون حضن أمك هو اللي أنت تخاف منه، ده اللي بيحصل الآن. ده إحنا وصلنا لدرجة من الإجرام لم يفعلها المجرمون الكبار، الكفرة الفجرة ما عملوش اللي إحنا بنعمله، بيعملوا بس من تحت لتحت، لكن إحنا مش عارفين. حتى في الكفر، حتى في القتل بلغنا أعلى من أعدائنا في هذا الفجر. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يمسك الظلم ده يعمل لهم إيه؟ يذلهم ويفضحهم ويسلط عليهم واحد بذيء، ما هو ملوش كبير، واحد يفضل يشتم فيهم ويستفزهم وياخذ ثرواتهم، يقول لهم يو هاف تو باي، ولازم تدفع. وكل ما يطلع يا عم هندفع بس بلاش فضايح، يا عم ما احنا بندفع واحنا بنعترض، لا بس انا لازم نفضحك ثاني. ويفضح الناس ليه؟ لماذا؟ ماذا يحدث في بلاد المسلمين؟ المسلمين مساكين، وبلاد المسلمين اسال الله ان يعافيها وان يحفظها، لكن المشكله في المجرمين وفي الخونه القابعين على المسلمين. انا اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ بلاد الحرمين وكل بلاد المسلمين، وان ينتقم من الظالمين الذين يفسدون بلاد الحرمين وكل بلاد المسلمين. عشان بس ما يجيش واحد يقول لك يا عم ده بلاد الحرمين، الحرمين دول بتوع مين يا اخوي؟ الحرمين دول تبعنا احنا، الحرمين دول بلادنا احنا. الحرمين حرم الله وحرم رسوله، لنا فيها ميراث ولنا فيها ملك ولنا فيها مكان، كما ان الاقصى ملك المسلمين فان الحرمين ملك المسلمين. لكن ربك سبحانه وتعالى لما يحب يذل واحد يذله على رؤوس الأشهاد جميعا، مهما دافع عنه خطباء الحرم ومهما دافع عنه الشيوخ الكبار، سيذهب هو ومن دافع عنه إلى مزبلة التاريخ. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قضى وقوله الحق، أن من يتكبر على الله يذله الله سبحانه وتعالى، ويذله في الدنيا قبل الآخرة. دين ربك يا رجل، دين ربك، لأن الله قال في كتابه إنه لا يحب المستكبرين. الكذب، إنه لا يحب المستكبرين. والكبر عندنا أنواع، الكبر أنواع، هناك كبر أعلى وهناك كبر أصغر، وكلاهما ممنوع في شريعتنا. الله عندما يقول على الكبر على الله وعلى دينه وعلى رسالته، يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما الجمل يعدي من خرم الإبرة، هذا لن يحدث. إذن المتكبر على الله لن يدخل الجنة. قرأت حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أرقني، خلاني في أرق نفسي كده. حديث بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من كبر. الحديث ده مخيف والله. ما أنا ممكن وأنا بنخطب الجمعة أتكبر يعني، وممكن وأنت بتعمل موقف تتكبر، ممكن.
يوم النبي يقول لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة، لن دي بسموها في اللغة العربية تأبيد النفي، يعني never ever، خلاص لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فواحد من الصحابة سمع الرجل، قال يا رسول الله لو سمحت عندي سؤال، قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. أنا بنركب عربية جميلة، نركب سيارة، بنحب نركب 2018، وبحب نسكن في بيت واسع، وبنشتري كذا وكذا طبيعتي، وبنلبس حذاء فاره، ده كبر؟ النبي قال ليس هذا هو الكبر، قال الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. أخطأت في حديث على المنبر، جتني بعد صلاة الجمعة قلت له على فكرة يا شيخ والله أنت ذكرت حديث بس هذا الحديث مش صحيح. أنا بحكم أن أنا شيخ، قال لك لا لا وأنت تفهم في الدين أحسن مني، ده أنا شيخ وبعمة ومتعلم في الأزهر، مع أني عرفت أن الحديث كذب على الرسول وعرفت أن أنا مخطئ. الذي يفعل هذا لن يشم رائحة الجنة. الكبر بطر الحق، يعني ترد الحق مع أني عارف أن أنت غلطان. واحد يقول لك على فكرة والله فلان ده مظلوم، أنت تمشي ضد المظلوم، فلان ده ظالم تمشي مع الظالم، أنت عارف، أنت عارف، هذا اسمه الكبر. الذي يفعل هذا لن يشم رائحة الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الكبر بطر الحق، وكمان وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، تستقل الناس. من هذا؟ مين يعني؟ أي مشكلة الكفار زمان مع الأنبياء؟ كانوا بيقولوا إيه؟ يعني أو ما وجد ربك غيرك يا محمد حتى يكون رسولا؟ كبر. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما الأشل أنت يعني؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ أنت اللي تقول لنا اسجدوا لمين؟ وزادهم نفورا. قالوا ده فرعون وقومه، أنؤمن لبشرين مثلكما وقومكما لنا عابدون؟ بقى إحنا نؤمن لك أنت يا موسى أنت وهارون، وأصلا كل الشعب المصري بيعبد فرعون؟ هذا هو الكبر. الكبر إيه؟ بطر الحق، يعني رد الحق حتى وإن عرفت الحق. وغمط الناس يعني احتقار الناس واستزلال الناس. فالذي يستزل الناس الله تبارك وتعالى يحرم عليه الجنة، حتى وإن كان يحفظ القرآن، حتى وإن كان يخطب بالناس، لكن استزل الناس ها وتكبر على الناس لن يدخل الجنة. بس واحد يقول لي طب كيف؟ ما هي برضو صعبة، يعني صعبة واحد مسلم بيصلي بيصوم تقولي لن يدخل الجنة؟ إيه الكبر؟ ليه مشكلة الكبر ده؟ أرأيت لو أن عندك مثلا عندك رطل كبير أو عندك 1000 جالون من لبن، لو عندك 1000 جالون كده ميلك وجبت بس عليهم 10 جالون بنزين، 10 جالون بنزين على 1000 جالون لبن، ما قيمة اللبن بعدها؟ فسد اللبن. الكبر يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الكبر يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد البنزين اللبن. انت هم 10 جالون بس بنزين وعندك 1000 جالون لبن فسدوا. انت عندك اعمال وعندك صلاة وعندك صيام وتسبيح ومشاء وحافظ القرآن بس متكبر، متكبر على الناس. انت ترى انك افضل من الناس، ده مرض قلبي. والمشكلة ان انت مش حاسس بنفسك، حاسس ان انت طبيعي وان انا عادي، لكن تتكبر على الناس. هذه اشكالية كبيرة جدا، لذلك رب العزة لم يتركها في كتابه، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. ده هناك مشية فيها تكبر وهناك حركة فيها تكبر. يعني تصعر خدك للناس انك تعطي الناس خدك، يعني انت بتسلم على واحد في ناس من طبيعته ها لما يسلم ما يديلكش وجهه. والشريعة تعلمنا إذا صافحت إنسانا انظر إليه بكامل وجهك، حتى قالوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على الإنسان بكليته، يعني يسلم عليك ويبوسك ويحضنك وينظر إليك، اسمه اهتمام. لكن ساعات تسلم على واحد يسلم وهو بيتكلم في التليفون، يسلم هو ماشي، هو قد يكون مشغولا، لكن هناك أنواع من الكبر أن يصعر خده للناس ويترفع على الناس في مشيته. قال صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه، يعني حس انه حاجة عظيمة كده، او تكبر في مشيته لقى الله هو عليه غضبان.
ما انت عظم. انت ممكن تبقى راكب سيارة وحس انت، انا قلت لك اركب احسن سيارات، اركب طيارة خاصة، بس لا تتكبر على الناس، خليك طبيعي مع الناس. لكن اذا استشعرت، في ناس يحبك يقول لك والله انا جايب سيارة مش عارف بمية وكم الف، يحب يذكر الارقام. حتى السيدات جايبة شنطة، انا جايبة شنطة بألفين دولار وماركة كذا واسمها كذا، اذا حدث ان كان هذا من باب الكبر هذه اشكالية كبيرة، نخلي بالنا من نفسنا. ولذلك النبي حذرنا في حديث مهم جدا، وحديث انت لما تقف عنه تستغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ثلاث افراد اوعى تكون منهم، لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. في ثلاثة افراد او ثلاثة انواع، لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، ولا حيكلمهم ولا ينظر اليهم ويعذبهم. مين يا رسول الله؟ قال الثلاثة المسبل. المسبل يعني لابس ثياب طويلة، ثياب طويلة. والمنان الذي يمن على الناس، يدي واحد عشرة دولار يزل بها أمام الناس. والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني واحد تاجر سيارات، السيارة هو شراها بألف عاوز يبيعها بألفين، فقول للرجل والله أنا اشتريتها بألفين وعاوز ابيعها بثلاثة، حلف كذب في سعرها الاصلي، اشتريها بألف، قول للرجل انا عاوز ابيعها بخمسين الف. بس اذا ذكرت السعر الاصلي لابد ان تذكر سعرها. والمنفق لسلعته بالحلف الايه الكاذب، انا اجي لك اقول لك يا شيخ يا فلان بأمانة السيارة دي بكام، وقول لي هتاخد مني مربح كام، المربح قال لي ناخد منك ألفين مربح، اتفقنا، هي بكام؟ قال لي والله هي بألفين، هو جيبها بألف. انا خلاص صدقت كلمة والله. سيدنا عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، سيدنا عيسى شاف واحد بيسرق فمسك ايده، مسكه بيسرق كده، مسك ايده قال له بتعمل ايه؟ أتسرق؟ قال والله ما سرقت، حلف. قال صدق الله وكذبت عيناي، انا شايفه ده مسك ايده، قال والله ما سرق، قال له خلاص من خدعنا بالله صدقناه. فلما يجي واحد في اي بيع في اي شراء ويروج لسلعته بالحلف الكاذب، ماله ده؟ لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة وله عذاب أليم. بس تعال على الأول واحد كده المسبل، قالوا مين المسبل بقى؟ هل يعقل إن ربنا يعمل كده عشان ثيابي طويلة؟ ربنا ثيابي طويلة هاي تحت الكعبة هي. قالوا يا رسول الله ده كلام؟ قال لهم لا، المقصود من جر ثوبه خيلاء، يعني طول ثيابه للتكبر. كان العرب زمان وسيلة الكبر عندهم إن يلبس جلباب طويل، بس هو ده التكبر. النهاردة ممكن واحد يتكبر في خطابه، يتكبر في كلامه، يتكبر في بيته، يتكبر في كلامه مع الناس. ده حتى قيادة السيارة في واحد بيقودها بتكبر معين كده، يعني ما علامة التكبر عندنا في البلاد انك تطلع ايدك من الشباك وحركات كده، انت فاهمها دي؟ ما يمش كده يعني. في واحد علامة التكبر مثلا ما يحطش حزام الأمان، يحس بشكل معين كده. اذا كنت تفعل هذا وتقصد ان تتكبر به على عباد الله هذه مشكلة، والله يا إخوة مشكلة كبيرة جدا. مرة أخ شافني راكب سيارة حديثة، هو واضح أنه مش متعود يرى المشايخ ركبوا سيارة حديثة، فالراجل نظر والله يا شيخ. فأنا بصيت في نفسي يعني خير، يعني في حاجة الحمد لله العورة مستورة، مفيش حاجة مفيش عيب يعني. لا بس تركب سيارة يا إلا. قلت له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وباع واشترى وتاجر وكسب وخسر، والنبي كان غني ما كانش فقير بالمناسبة، لكن كان ينفق كل ما عنده، ودي مهمة جدا. النبي كان غني وكان إيه؟ كان ينفق كل ما عنده، لكن الرجل لم يتخيل هذا. هو في تخيله، وهكذا في تخيل غالبية المسلمين، أن العالم أو رجل الدين أو الشيخ لابد أن يكون فقيرا، ويبقى دقنه طويلة ومش متسرحة، ويبقى شكله كده أجلي يعني، ها؟ ويركب عربية مثلا كده حتى متوصل تحت خالص، وأساسي ما يكونش فيها تكييف، لازم يبقى حران عشان تبقى يعني الإيمان كده والعرق. وفي الشتاء برضه ما فيهاش هيت، ليه؟ طب هموت من البرد؟ لا، حرارة الإيمان عنده قوية، ده دين. يا جماعة هذا خطأ، هذا تصور خاطئ، هذا تصور خاطئ والله. الكبر ليس في الشكل، اركب أحسن السيارات، لكن الكبر هو مرض الإيه؟ القلب، مش مرض الجوارح. فالإشكالية أن أنت ممكن يبقى شكلك أمام الناس هادي جدا وفي الحقيقة أنت تتكبر. ولذلك قالوا هناك من يتكبر على الناس بتواضعه،
ايه المصيبة دي؟ عامل نفسه متواضع، هو بيتكبر، هو عاوز من الناس يقولوا كده، يتكبر على الناس بتواضعه. حاول تعالج القلب ده، ضبط القلب ده. النبي حذر من هذا ويقول: من تعظم في نفسه أو تكبر في مشيته لقى الله وهو عليه غضبان. سلم يا رب، سلم يا رب. فلما النبي يقول الثلاثة اللي ربنا مش هيكلمهم ولا ينظر إليهم ويعذبهم، المسبل مقصود به الذي يتفاخر على الناس بثيابه، أو يتفاخر على الناس بسيارته، أو بعمله، أو بمكانته، أو بحسن حديثه، أو بإنفاقه، أو إلى آخره. الرجال والنساء فيها سواء. هذه خطيرة جدا يا إخوة. أنا هذه أهلكت فرعون، وأنا هذه أهلكت إبليس وطردته من الجنة، وأنا هذه أهلكت قارون. قارون اللي كان عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون الغني لما نسأله لأنفق علينا، الفقراء قالوا له ساعدنا، ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. عندي ده شغلي أنا، ده تعبي أنا، كبر. فكان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض. أنا قالها النمرود مع إبراهيم عليه السلام. فاكرين النمرود لما قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ماذا قال النمرود؟ قال: أنا أحيي وأميت. حاول تقتل كلمة أنا، اقتل كلمة أنا، لأن مصيرها سيء. طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد طرق الباب، فقال النبي: من؟ فقال: أنا. فقال النبي: من؟ قال: أنا. قال النبي هو غاضب صلى الله عليه وسلم: أنا ألا قلت فلان ابن فلان؟ ما تقولش أنا دي مين معايا؟ أنا فلان. سمي أنا فلان. كلمة أنا هكذا مفردة تدعو الإنسان إلى الكبر وتجره بعيدا عن الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعود إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، على الإنسان أن يحذر من أمراض القلوب. فكما قلت لإخواني إن أمراض القلوب ليست واضحة هكذا وضوح العيان أمام الأعين، ولكنها أمراض خفية قد لا يشعر بها الإنسان، وهي لا تودي بحياته للأسف، ولكنها تودي بآخرته وتضيع عليه آخرته وتفسد عمله وتحبط عمله، كما يحبط الخل العسل، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الكبر يا إخوة هو ليس فقط مرض قلبي، بل هو من أكبر الكبائر. الكبر ليس فقط مرض قلبي، لكن من أكبر الكبائر، ويأخذ الإنسان شيئا فشيئا حتى يخرجه عن الدين تماما. ولذلك كانت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على الإنسان أن يتهم نفسه. تطلع من الخطبة تبدأ تتهم نفسك: والله الكلام ده مخيف، ده الشيخ بيقول لك ممكن أنت لو في سيارة ده بجد أقصد هذا، لو أنت راكب سيارة تتكبر بها على الناس تقصد هذا، هذا درجة من درجات الكبر. لو أنت بتتكلم بطريقة تتكبر بها على الناس درجة من درجات الكبر. لو أنت بتأكل أكل معين وطعام معين وتعمل كابي بيست على الفيسبوك تتكبر به على الناس، هذا مرض من أمراض الكبر، وهذا جزء من الكبر، وهذه إشكالية كبيرة أمام الله يوم القيامة. والناس بتعمل كده، هناك من يتكبر بطعامه وشرابه وحط، لا أدري لماذا، مع أن النبي يقول: الطعام والمنام عورتان. الطعام والمنام عورتان، يعني النوم عورة. عمرك شفت واحد مصور نفسه على الفيسبوك هو نايم حاطه هو نايم على الفيسبوك؟ ما ينفعش واحد نايم. نفس القصة الطعام، نفس القصة. أنا ما عندي ناس على الفيسبوك شغلته يوميا طبق اليوم طبق اليوم طبق اليوم كده على طول على الفيسبوك، والناس تتفرج ويعملوا لايك ويحسدوا ويشوفوا لك اللقمة اللي أنت بتاكلها ويسمموا هالك، وفي ناس أصلا لا يجدوا هذه اللقمة. ليه بتعمل كده؟ الطعام والمنام عورتان. واللي بيحط أولاده أخي راعي الناس، واللي بيحط صورة زوجته يا أخي اتق الله، واللي بيحطه مش عارف هو في الجيم يا أخي ليه بتعمل كده؟ هذا لا يجوز. يعني هذا لا يجوز. وبعدين تيجي تشتكي وتتكلم وتقول ايه؟ انا محسود، والبيت فيه نكد، والبيت فيه نكد. البيت فيه طبعا لازم يكون فيه نكد. ما انت اللي بتعمله في البيت فيه 5000 واحد صحابك شايفينه،
وبيتابعوا معاك وبيشيروا وبيشوفوا الصور وبيشوفوا الطعام، أرى أن هذا يؤدي إلى درجة، لا أقول كبرا بس درجة من درجات الكبر، وهذه إشكالية خطيرة. على المسلم أن يحاول أن ينقي قلبه من هذا، وإياك والغرور وإياك والكبر، فإن الإنسان المغرور بعيد عن الله، المتكبر بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب إلى النار. الإنسان المتكبر بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وقالوا المغرور مثل الطير، كلما علا في السماء كلما صغر في عيون الناس. كن كبيرا في أعين الناس وكن صغيرا في ذات نفسك. الإنسان كلما تواضع بينه وبين نفسه كلما علا في أعين الناس، وكلما تكبر الإنسان على الناس كلما صغر في أعين الناس. هذا مرض يحتاج منا أن نراجع، كل منا يراجع نفسه ويراجع بيته ويراجع أولاده، ويحاول يثقف نفسه بهذه الثقافة، بل ويجعلها خلق من أخلاقه أن يتواضع مع الناس وألا يتكبر على الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وثبتنا وثق موازيننا وارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا والمرضى الناس أجمعين، اللهم اشف المرضى أجمعين، اللهم اشف المرضى أجمعين، وارحم الموتى من أموات المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ووسع علينا وعلى عبادك الصالحين. اللهم اجعل للمظلومين في كل مكان من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. عليك بكل ظالم متكبر جبار، اللهم عليك بكل ظالم متكبر جبار، اللهم عليك بكل ظالم متكبر جبار. احفظ بلادنا أجمعين، احفظ بلادنا أجمعين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله يا رب العالمين. قوموا لصلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.